سلام، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نتعلم عن شيئين مهمين في جافا سكريبت، ألا وهما الـ getElementById والـ innerHTML. دونك هذا الكود السابق، يعني ما في حتى تغيير، just create an novel fish HTML. هذا sys اللي هو هنا كما راكم تشوفوا. جافا سكريبت فيها إن فونكسيون كي أفيش أليرت الميساج هذا. أبري لو بوتون اللي شفنا سابقا، وان كليك، يعني كي نكليكيو على البوتون هذا واش هي طافيش هنا هذا الميساج. فوالا، دونك احنا شابغين حابين نجسدو المفهوم تاع الجيت اليمو بار اي دي بالانر اش تي ام ال. دونك هنا يعني خلينا نضيفو اي باراغراف، يعني عادي نقولو له كليك هير فور لينك اكزامبل. ابري هذه الباراغراف هذا الكونتوني تاعها، ابري نعطيها ان اي دي، هذا الاي دي باغ اكزامبل كات، نديرها ان اي دي كات. دونك انا حاب نشيرشي الكونتوني هذا تاع الباراغراف بي للاي دي تاعها كات. باش نعمل هذه العمليه لا فونكسيون تاعنا، ابري كي نكليكي على البوتون تافيش انا اليرت، ابري شي صرا، ابري يجي يفتش على ليليمو هذا بي لي الاي دي تاعو كات الكونتيني تاعو هذا الكتابة هذه. باش ندير هاد العملية ابري الكليك شنو ندير؟ راح نديرو جيت اليمون بار اي دي، يعني دوكيمون دوكيمون اش تي ام ال تاعنا دوت معنتو ابحث get element par id، ابحث لنا في الدوكيمو اش تي ام ال على العنصر اللي الاي دي تاعو كات، ابري شدر له هز الكونتوني تاعو اللي هو هذا كاع وضح في ان فاريابل كي سابيل get. بيان سور ندمو فاريابل لازم نكتبو فار قدامو. فوالا ايسي var variable get maintenant يحمل الكونتوني تاع ليليمون بي. دونك ابري اون فوا لقى الكونتوني ما صار حتى ايفنت، يعني حتى لحد الان سي جوست نكليكيو على ان بوتون، ابري قولنا هاي ايت مي افيك ميساج يطافيش لنا ابري البوتون ما يصرى حتى ايفنت. ابري البوتون جيست راح يكزيكيتي هذا الشيء، واش راح يدير؟ راح يفتش على الكونتوني حتى لهن ويحطو لنا هذاك الكونتوني كاع يوضح في ليليمون وبيا في الفاريابل جيت. دونك حنا كي حطو في الفاريابل جيت هنا كملت عملية البحث بالجيت اليمون بار اي دي في الدوكيمو اش تي ام ال. احنا باغيين درك نستعملو الانر اش تي ام ال. كيفاش يكمل الدور تاعها؟ الدور تاعها انه هذا الكونتوني باغيين نحبلوه ان موتور كونتوني، نقولو له ذا لينك از. باش نديرو هاد العملية نقومو ب فير انر اش تي ام ال، اش تي ام ال انر اش تي ام ال، يعني غيرنا انر اش تي ام ال، غيرنا الكونتوني تاع ليليمون بي للاي دي تاعو كات، وغيرو وجعلو ذا لينك ايز. ابري لينك تاعك انتهي تكتبوهم باغ اكزومبل اش تي تي بي دو بوان، ابري تكتب هذا هو اللينك تاعك. يعني دونك هنا يعني جوست ما درنا حتى حاجة، هنا غيرنا المحتوى تاع واش لازمنا نذكرو واش هنا. حتى لحد الآن الانر اش تي ام ال راهو يحتوي على هذه القيمة، القيمة هذه اللي حطيناها اونتر سينجل كوتيشن. دونك واش من محتوى راح يغير؟ لازم نديرو بوان ونذكرو الفاريابل اللي راح يغير المحتوى تاعو. الفاريابل اللي راح يغير المحتوى تاعو هو get. دونك get dot
inner يعني المحتوى يعني get maintenant أو يحتوي على click here for log link الفاريابل هذا يحتوي على المحتوى تاع العنصر بي ممكن المحتوى تاع العنصر بي دوت غيره يعني inner html إلى هذا المحتوى وهذا الايفنت يصرى ابري كين كليكيو على البوتون ونديرو اوكي على البوت ديالو اللي طافي شن دونك نديرو كنترول اس سجلو النتائج نسي نيكزيكيتيو هنا او بيان سي جوست نديرو ان كليك دروات ونيكزيكيتيو دونك كليك هير فور لوك لينك دونك كليك هاي فورم اس اب the link is حاجة مليحة يعني حاجة رائعة يعني انا جوست نكليكي على البوتون هو يديني لاكسيون دونك هذه هنا يعني جسدنا كيفاش تعمل دوكيمون جيت بار اي دي والانر اتش تي ام ال يعني هما دو زيليمون تاع جافا سكريبت كوم اليرت المهمة هذه واش هو تاع الجيت اليمنت بار اي دي يعني فتشنا في الدوكيمو اتش تي ام ال على ليليمون لي الاي دي تاعو كات هز المحتوى تاعو كاع هذا وحطه في ان فاريابل جيت ابري هذا المحتوى اللي يحتويه جيت غيره الى اتش تي ام ال الى هذا المحتوى هذه خلاصة القول وهذه هي الفائدة من استعمال جيت اليمنت بار اي دي والجيت والانر اتش تي ام ال دونك نكتفي بهذا القدر من معلومات هذا الدرس دونك الى درس اخر مع تفاصيل اخرى ان شاء الله من جافا سكريبت.